مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. تلقت المؤثرة إنصاف كركوب داود حضور لحفل خطوبة أسامة مرو وشيرين، وتعد إنصاف هي الجزائرية الوحيدة التي حضرت هذا الحفل، واختارت أن ترتدي إطلالة تقليدية والتي تمثلت في الكراكو الجزائري. أقسم بالله فرحنا من قلبنا والله الله يهنيكم ان شاء الله الف مبروك اهل الجزائر لكم جميعا احنا اكثر اسمعوا على خير رايحين شكرا حبيبتي الله يهنيك روحينا روحينا انت مسكينه جيب لي القفطان درتها بيا لا دغنيغ مينيت وما جابت ليش وهي للاسف الشديد هذه شو راح ندير وانا ما عنديش حاجه تراديسيونيل ما حبيتش نلبس ما حبيتش نلبس سواري بغيت نروح بحاجه تراديسيونيل هذه هي اللي خلاتني نعاود نكرر نلبس هذا يا حبايب قلبي يا حبايب قلبي دخلت بالجلالة وحياة الله أقسم بالله أقسم بالله دخلت بالجلالة إيك جلالة وكرامة لا إلا الكرامة اللي شكون قالها إلا الشرف إلا الكرامة والله ضحكت مني كمونتر تبعكم يا هير لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الإنستغرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام